اعرفه ازاي من قبل ما اروح للدكتور؟ يعني الام تلاحظ ايه اللي يخليها تروح للدكتور؟ هل ان انا هلاقي ان ابني مثلا مش بيتكلم او الكلام عنده اتاخر، انه بيتحرك لكن مش بياخد اوامر مني بشكل ما بينفذش الاوامر، او الحاجات اللي انا بقول له اعمل كذا ما تعملش كذا ما بينفذهاش؟ يعني ايه الحاجات اللي تخليني اروح للدكتور؟ اوكي، هو ما بيبقاش سامع كويس، يعني انت بتقولي له هو ما بينتبهش خالص. بنبدا من 4 سنين انه تشوفي الطفل، لانه ما بيبانش الا في الدراسه بقى، لان زي ما بقول لك الطفل الشقي في الدراسه ممكن تلاقيه ذكي جدا وشاطر جدا وبيستوعب، فخلاص ده بس مجرد ان هو الذكاء بيبقى مقصر ان الحركه بتاعته بتبقى اكتر. اوكي، اول ما بتبداي تشوفي ان التاخر قوي في الدراسه، ويكون بس فيه وقايه، ان انا اصلا يعني الطفل ده ما بيقعدش مثلا على الكترونكس كتير عشان اقدر ان انا اتكلم في حاجه زي كده، ما يكونش ما فيش روتين للنوم، ما فيش روتين للاكل، ما فيش روتين عموما. الاطفال كلها مهم جدا ان انا اكون مهتمه بده من بدري، لا مهم اكون مهتمه بده كله من البدايه، لان ممكن تديني اعراض كتيره قوي وامراض كتيره جدا بسبب الحاجات دي.